الاهلي بيفوز على الاسماعيلي 3-0 وبيبعد خلاص انه يحسم الدوري على بعد 3 بونت ويحسم الدوري خلاص. مباراه او مباريات للاهلي بتظهر لعيبه وبتلمعها ولعيبه تانيه لازم تسيب الاهلي. حطني رقم واحد في الهجاصين. قبل ما نتكلم على الاهلي بالتفصيل ونتكلم عن مباراه الاهلي والاسماعيلي بالتفصيل، انزل اعمل لايك واعمل اشتراك او سبسكرايب قناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا يا معلم خش نتكلم على الاهلي. الاهلي النهارده عكس المباراتين اللي فاتوا بدا النهارده بال 4-2-3-1. بدا محمد الشناوي قدامهم بيلعب ايمن اشرف وكرم ربيعه، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وقالو ديانج، قدامهم قفشه على الشمال، اغيه على اليمين، جيرالدو قدام اليو باتشي. في بداية المباراة اللي هو انا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هوب ضربة جزاء الاهلي، ضربة جزاء واضحة وصريحة، لاعب الاسماعيلي داخل في رجل بادجي، ضربة جزاء معلول دخل وحط الجول. بعد الجول بتاع الاهلي، الاهلي نعم هو كان نوعا ما مستحوذ على الكورة او هو اللي معاه الكورة، بس كان في مشكلة قد كده في الاهلي ان نص الملعب بتاع الاهلي لما كان بيتضغط عليه بشراسة من لعيبة الاسماعيلي كان بيفقد الكورة حتى في نص ملعبه. دي شفناها كذا مره النهارده، ادى ان الاسماعيلي لما كان بيستخلص الكوره من نص ملعب الاهلي يبتدي يرمي الكوره ناحيه اليمين وناحيه الشمال لعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في الجبهتين علشان يعملوا مرتده، وده كان بيحصل. الاسماعيلي كان شكله افضل جدا الشوط الاول، انه كان بياخد الكوره، انه كان بيهدد مرمى الاهلي او بيهدد نوعا ما في حد الاهلي، كان بيروح بكذا كوره. عبد الرحمن مجدي لما كان بيستلم الكوره كنا بنحس الخطوره انه كان بيخش القلب الملعب لجوه ما بيخرجش لبره، فكنا بنشوف شكل نوعا ما للاسماعيلي. بس بعد اول ربع ساعه من المباراه الاهلي رجع لشكل الطبيعي اللي هو مستحوذ على الكوره، ان هو بيهدد مرمى الاسماعيلي، ان هو مستحوذ على الكوره ومستحوذ على كل مجريات المباراه، وهو اللي بيتحكم في مجريات اللقاء سواء يعلي الريتم او يهدي الريتم. شفناها بعدها بشويه كمان ضربه جزاء الاهلي بتتحسب لكن الفار بيلغيها بعد كده. و اي نعم انا واحد شفت الكوره مش شايف ضربه جزاء الاسماعيلي للاهلي بصراحه، الكوره جايه يعني لهنا للاعب الاسماعيلي، ف يعني فيها وفيها الله اعلم. الحكم راح شاف الفار ولغاها بعد ضربه الجزاء اللي لغاها للاهلي. الاهلي طلع هو انا كسبان 1-0 مش عايز لاعب من لعيبتي يتصاب، انا مرتاح. بس في حته صغيره قد كده، جيرالدو ربنا يهديك يا رب كده وترجع لعقلك. الكار ده مش كارك صدقني، الكار ده مش بتاعك، اسمع مني بس، الكار ده مش كارك. تاخد الكوره وتقعد تجري او تاخد الكوره وتقف تعمل كده كده تقع منك ايه بقى؟ طب هنفضل كده لحد امتى؟ من ساعه ما جيرالدو جه الاهلي واحنا بنشوف المنظر ده، ان جيرالدو ياخد الكوره يتقطع منه بسهوله، يا اما ياخد الكوره يقع على وشه، يا اما ياخد يطلع بقى بره. ده انا بشوف جيرالدو من ساعه جه الاهلي. ليه فايدر يعني معجب بجيرالدو او مستمر انه يلعبه اساسي؟ مش عارف، بس جيرالدو ما اقنعش اي حد، واقنعش اي حد بالمره. لازم يريح شويه جيرالدو، تدي فرص لكهربا. كهربا ده هو الوينج الاساسي بتاعك، لازم تريح جيرالدو على الدكه وتلعب بالكهربا لازم. اجايه برده اللي هو ولا في العالي قوي ولا في الواطي، او اجايه اللاعب العادي جدا بس الحزن مأثر عليه، ولا تحس ان مراته مدايناه ولا عامله له رفع عليه قضيه في محكمه الاسره في نيجيريا. والله لو رفع قضيه في نيجيريا مش هيبقى بالحزن ده. اللقطه جت النهارده على الدكه، الاهلي بيحتفل بالجون وهو بيشرب، عامل كده لو انا امير الاحزان ناو، فلو انت مش عارف بصراحه. بس الاهلي شكله نوعا ما يطمن، بس مش في افريقيا، لان ماتشات الدوري انت معروف ماتشات الدوري اي فريق بينزل قدام الاهلي او بينزل قدام الزمالك يبقى نوعا ما محافظ او مدافع وبيدي الحريه للاهلي والزمالك لهم يعملوا كل حاجه، فما بيبانش قوي الفريق قدام الفرق المصريه او قدام الفرق الدوري المصري. في دوري مصر عندك ماتشين او ثلاثه هو اللي تحس فيهم نديه شويه، او ماتش يعني الاهلي مثلا بالنسبه له بيراميدز والزمالك يبقى فيه نديه، الزمالك بالنسبه له بيراميدز والاهلي هو اللي بيبقى فيه نديه. انا عامل الزمالك احيانا بيجي ماتشات وبتقع فيها الزمالك وبيخسر فيها وبيتعادل، بس يبقى فيه نديه او الماتشات الكبيره اللي بتضغط على الزمالك اللي هو بيقدم فيها مباراه كبيره جدا ومباراه كويسه جدا. في المباراه الكبيره الاهلي كذلك، الاهلي بيكسب باقل مجهود، اي فريق بيقابله بيكسب باقل مجهود. بعدها بشويه الاسماعيلي بيخش ضربه جزاء ليه عمر الوحش في السماء، وانا من وجهه نظري برده ضربه جزاء لان جت في دماغ رامي ربيعه وجت في كف ايده، انا شايفها جت في كف ايده ضربه جزاء صحيحه، بس عمر الوحش دخل طيارها في السماء خالص. لو كان جه الجون ده كان ممكن نشوف الاسماعيلي شكل ثاني، لكن بياخد الشوط الاول 1-0 تمام. الشوط الثاني انا الشكل اللي شفناه الاسماعيلي الشوط الاول يؤدي ان الاسماعيلي ممكن يعمل شكل مميز الشوط الثاني، او يقدم مباراه مميزه، او يحاول يرجع في اللقاء. لكن اللي شفناه الشوط الثاني ان الاهلي خلاص هو اللي بقى متحكم في كل حاجه،
هو اللي بيجيب جوان، هو اللي بيعلي الريتم، هو اللي بيوطي الريتم، هو اللي ماسك الكوره الوقت عايز يدي الكوره للاسماعيلي بيديها له، الوقت عايز تخلص من الكوره بيستخلصها، كل حاجه. وكمان زادت ان نص الملعب بتاع الاهلي حمدي فتحي واليو ديانج الاثنين ما بقاش عندهم مشكله في الشوط الاول، بقى الاهلي اللاعب الاسماعيلي اللي بيضغط على نص ملعب الاهلي ما بيستخلصش منه الكوره نهائيا، حمدي فتحي وديانج بيلفوا بيه لفه كده وبيعدوا منه. وحاجه ثانيه ان اي لاعب من الاسماعيلي بيحاول يعدي من نص ملعب الاهلي ما بتحصلش، اليو ديانج قاعد حرفيا ما بيعديش حد، اللي يعدي هاخد الكوره منه وبياخد الكوره من غير فاول، ده المميز ياخد الكوره من غير ما يعمل فاول، وده ادى ان الاسماعيلي كان بيفقد الكوره كتير جدا ولعبه الاهلي تاخد الكوره وتجري تجري تجري مرتدات مرتدات مرتدات. الاسماعيلي كان عنده مشكله في الشوط الاول وعنده مشكله هي نفس المشكله في الشوط الثاني، ان مفيش كثافه عدديه في منطقه جزاء الاهلي. كنا بنشوف كذا كوره اسامه ابراهيم، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، اي حد من لعيبه الاطراف بياخد الكره بيحاول يبص في منطقه جزاء الاهلي عشان يرفع عرضيه ما بيلاقيش غير شيلونجو في وسط اربع او خمس لعيبه من الاهلي، فطبيعي لما الكره بترفع عرضيه دفاع الاهلي بيستخلصها بكل سهوله. الشكل ده شفناه في الشوط الثاني مع كمان ان الفرص للاسماعيلي او الخطوره بتاعت الاسماعيلي قلت عن الشوط الاول. نعم الاسماعيلي كان بيوصل لمنطقه جزاء الاهلي كان بيرفع عرضيات، في الشوط الثاني ما كانش بيوصل لمنطقه جزاء الاهلي والعرضيات انعدمت. فالاسماعيلي لو كان نوعا ما عنده كثافه عدديه في منطقه الجزاء بتاعت الاهلي كان ممكن يجيب جول. الشوط الثاني ما كانش فيه اصلا هجمات الاسماعيلي عشان يبقى فيه كثافه عدديه. الاسماعيلي طلع عايز ينشط الهجوم، عايز ينشط الفريق بتاعه، نزل امام طارق ونزل مدبولي لكن ما قفلوش، ما عملوش اي افاده. عكس الناحيه الثانيه لما فايلر حب ينزل تبديلات، نزل لك وليد سليمان، نزل لك احمد الشيخ، عمل الشيخ جول واسيست، وليد سليمان اسيست وعمل كوره قبل الجول على طول بتاع بدجي. فالتغييرات بتاعت الاهلي مربحه جدا، نزل تقريبا في الدقيقه 60 والدقيقه 65 على طول، اول ما نزل وليد سليمان بيتحرك في كل حته في الملعب. وليد سليمان فعلا لما نزل كل حته في الملعب بتلاقيه في نص ملعب الاهلي بيعمل سباقات سرعه مع محمد الشامي، بيقطع استخلص الكوره في نص الملعب، بياخد الكوره وبيرجع في الكوره وبيرجعها لمحمد الشناوي، بيعمل تاكل عظيم من وليد سليمان في الجول الثاني للاهلي، بيعمل تاكل بياخد الكوره من امام طارق بيديها للشيخ. واللي عجبني في الجون في كله بصراحه ان جيرالد ما قلفش واداها لوليد سليمان على طول، لوليد سليمان عمل تاكل كويس جدا اداها للشيخ، الشيخ برده ما قلفش يا دوب هي الكوره جات له لمسها لبدجي، بدجي لعب الكوره لجوه وبشماله الجون الثاني للاهلي. بعد الجون الثاني خلاص انتهت المباراه، الاسماعيلي استسلم، الاهلي بقى بيتحكم في كل حاجه، الاهلي بيعمل تغييرات بعد كده، نزل مروان محسن، نزل كهربا، نزل محمود وحيد، بس قبل دول في جون ثاني جه فاول الاسماعيلي، فاول للاهلي وليد سليمان بيرفع عرضيه، حارس الاسماعيلي بشكل غريب جدا بشكل غريب جدا بيطلع ياخد الكوره بدل ما يمسكها، لا ده بينزلها لاحمد الشيخ، جون فاضي احمد الشيخ الجون الثاني. خلاص الاهلي بينه وبين حسم الدوري ثلاث نقط بنسبه كبيره. الماتش الجاي قدام الاتحاد السكندري مع الاحترام وكل الاحترام للاتحاد السكندري، الاهلي هيكسب ويحسم الدوري المباراه اللي جايه، الا اذا الزمالك يكون عنده راي اخر قدام النتائج الحربي ويخلي الاهلي يحسم الدوري وهو في بيته، الله اعلم هنعرف يوم الاحد. بس لحد هنا الاهلي شكل كويس، بس عندي شويه كلام عن الاسماعيلي. شويه الاسماعيلي محتاج شويه تدعيمات في شويه مناطق، شويه مناطق نص الملعب محتاج شويه تدعيمات، حارس المرمى مش محتاج شويه تدعيمات، الهجوم المهاجم محتاج شويه تدعيمات. عندك محمد حمص وعندك احمد العجوز، الاثنين نوعا ما ممكن يفيدوا الاسماعيلي او ممكن يعملوا شكل الاسماعيلي في ظل ابراهيم عثمان. الاداره اصلا مش مركزه في الكوره باللي مصالحها، بس بتعمل لمصالحها بس، ما بتعملش اي حاجه للاسماعيلي، ولا صفقات ولا مدربين قديم ولا اي حاجه. فممكن ولاد النادي هم اللي يفيدوا النادي الله اعلم، بس محتاجين شويه دعم نوعا ما شويه عشان نشوف الاسماعيلي بتاع زمان. الاهلي خلاص بيحسم الدوري، مبروك للاهلي، مبروك لفايلر، لعيبه بترجع، كهربا النهارده شفناه بيرجع وممكن المباراه الجايه ياخد حبه وقت. مبروك للاهلي دوري، مبروك حسم الدوري، مبروك حسم الدوري، مبروك للاهلي الدوري خلاص، مبروك لفايلر، عقبال افريقيا وكل توفيق في افريقيا. بس في الاول والاخر بنكرر هنا في مباراه الاهلي والاسماعيلي، قول رايك انت في مباراه في الكومنتس، قول لي الاهلي هيستنى الماتش الاتحاد علشان يحسم الدوري ولا الزمالك يحسمه له يوم الاحد، قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا تحت الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، للتويتر على تويتر، وكمان معاك مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه، سلام.